فوزي ومتسحر وادعي الأقصى تتحرر. احنا فرقتنا متشكلة من 4 أشخاص، احنا مستمرين منذ 4 سنوات، واحنا بنحيي التراث الفلسطيني وبنحيي التصحير رمضان، لانه الاجواء بالقدس ما فيش اجواء لرمضان، يعني مسكرين الصلاه، فيش صلاه تراويح، فيش صلاه فجر بالبلد القديمه، واحنا مستمرين بدورنا كمسحراتي بالبلد القديمه لنحيي مسحراتي، وانه المسحراتي يضل ثابت بالبلد القديمه. الصعوبات اللي واجهتنا، احنا قبل 3 أيام تقريبا وقفونا عن دور مسحراتي، وتم مخالفاتنا ال4 أشخاص، كل واحد بقيمة 200 شيكل، كمامات مش كمامات من هذا الموضوع، وتم توقيفنا 4 أيام، وإحنا اليوم رجعنا هيك خلفنا القانون ورجعنا. سبحانك الله. مسحراتي في القدس كتير كتير، يعني بش شوية، إنها لها أهمية بكتير أشياء. زي ما أنتم شايفين يعني بهذا الوباء فيش زينة، فيش صلوات، يعني التجمع بين الأصحاب كمان ممنوعة، وتم اعتراض إن أكثر من يعني من قبل الاحتلال على الكمامات وعلى كتير شغلات، يعني إنه ممنوعة، والحمد لله إحنا صامدين، إحنا مستمرين بهذا الإشي إنه 4 سنين. بال4 سنين هذا كان قبلنا كمان واحد وقبله كمان واحد، يعني هذا الإشي أنا روحت ابني بيجي، ابني ما أجاش غيره بيجي، إحنا مستمرين بهذا الإشي لآخر نفس إن شاء الله. زي ما شفتوا أنتوا معنا إنه كان في طفلين صغار، يعني أعمارهم لا تتجاوز 3 سنين و5 سنوات، إحنا عمالنا منعلمهم هذا الإشي منذ اليوم هذا، اللي يتعلموا لقدام يعرفوا إنه دور المسحرات إشي مهم كتير، يعني إن شاء الله هم بس يكبروا بيحملوا عنا وغيرهم بيحملوا عنهم كمان، ويكون شوية تعاون عشان ترجع البهجة كيف كانت السنوات الماضية. يا آلي